هذا الامتحان مع إعادته مرة أخرى بنفس نظام امتحان وأن يكون مخول لكل طلبة الإجازة. في نهاية المطاف أؤكد على أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلي لمزاولة مهنة المحاماة مستمرون في نظالهم إلى آخر نقطة ممكنة. شكرا للمناظر الإعلامية لتغطية الحدث اليوم. من خلال الندوة كشفنا الخروقات التي شابت الامتحان مرة أخرى في إطار التذكير وفي إطار الرد على الافتراء ديال السيد الوزير ولا الخرجات الإعلامية الغير محسوبة له. للفعل أبنا بأننا سلكنا مجموعة من المساطر القانونية القضائية الحقوقية السياسية أيضا مراسلة الديوان الملكي لأن الأمر أصبح الآن بشكل رسمي معروض على المؤسسة الملكية ولنا الحمد لله الثقة لأن للبيت ربنا يحميه. اليوم الأحد إن شاء الله غتكون وقفة أمام البرلمان وقفة سلمية من أجل يعني القول لا لكلمة الفساد الزبونية والمحسوبية منطق بوك صاحبي. مرة أخرى نناشد جميع الهيئات الحقوقية الهيئات السياسية لمساندتنا إن شاء الله، الهيئات السياسية التي أعلنت تضامنها لا الهيئات السياسية المتواطئة، فهذا ما كان إن شاء الله ونتمنى خيرا إن شاء الله للوطن ديالنا والقضية ديالنا. المسألة ديال الزوير هو أن السيد وزير العدل فطن لأن أفضل وسيلة الدفاع هي الهجوم وأراد أن يناور يعني ويتهم شخصا علما أن جريمة الزوير تقوم على عناصر من ناحية القانونية لا تتوفر أبدا في واقعة الأخ مراد الشخر، لكن منطق التخويف ومنطق الترهيب والهروب إلى الأمام هو ما سلك له السيد وزير العدل ونحن له بالمرصاد. اليوم كما ترون أننا عقدنا هذه الندوة وعقدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة هذه الندوة لتوضيح مجموعة من النقاط ولتوضيح مآلات وسياق هذه المعركة. مجموعة من المستجدات التي تمثلت في أنه راسلنا وطرقنا جميع المؤسسة أبواب جميع المؤسسات الدستورية، لجأنا كذلك إلى القضاء زيادة على المسار النضالي الذي من خلاله عبرنا عن احتجاجنا ضد هذه الخروقات، أنه بالإضافة إلى كل هذه الأمور التي قمنا بها توجهنا للقضاء بشقه كذلك القضاء الإداري، تم تقديم مجموعة من الشكايات بشكل فردي وبشكل جماعي، كما أننا أن رفاقنا توجهوا للديوان الملكي من أجل وضع تظلم، زيادة على أننا حاولنا من خلال هذه الندوة أن نبين مجموعة من النقاط ومجموعة من المغالطات التي مررها السيد وزير العدل. السيد وزير العدل من خلال تصريحاته غير المسؤولة والتي تبين عن ارتباكه وعن فقدانه لصوابه يتبين لنا أنه حاول أن يتحدث عن مجموعة من النقاط لتحوير النقاش في حين أنه لم يحدد النقاط التي هي بالأساس في خروقات، لم يلامس جوهر القضية، حتى أنه في تفاعله مع الصحافة لم يتركها تترك الأسئلة تطرح الأسئلة. لذلك في السيد وزير العدل نحن لا نسأله عن حياته الشخصية، لا أحد تطرق أو تناول حياته الشخصية، ونحن نحترمه كشخص ونحترمه كوزير كذلك بواجب الاحترام المتوفر للجميع. لكن السيد وزير العدل كان عليه أن يجيب أنه كيف خرق القانون، وهو خرق القانون ويقول يعترف والاعتراف سيد الأدلة بأنه خرق مجموعة من المقتضيات، أنه تدخل لإنجاح مجموعة من ممن لم يحصلوا على معدل النجاح في الامتحان، وهذا أمر خطير لأن من هؤلاء الأشخاص الذين أراد أن يدخلهم ربما أكثر من 1200 لم يتحصلوا على المعدل، ويقول أن 800 بنفسها لم تحصل على المعدل، فمن هؤلاء الأشخاص الذين قام بالدفع بهم في هذه اللائحة الناجحين، ولما لا ينجح الجميع ما دام أنه أنجح أناس لم يستوفوا الشروط اللازمة. ثانيا أنه قال أنه فتح باب التسجيل فوق الوقت القانوني، فكيف يعقل أن تفتح باب التسجيل وأنت في الأصل أناس تسجلوا في الوقت القانوني ولم يستطيعوا اجتياز الامتحان ولم يجدوا أسماءهم باللائحات رغم وضعهم التظلم، فمن هؤلاء الأشخاص رغم أنه لم يعلن العموم أنه تم تمديد فترة التسجيل في الامتحان. هذه خروقات بالجملة كافية لوحدها أن تلغي هذا الامتحان. أمام هذه مجموعة من الخروقات التي شابت شكل الامتحان
وخرقت قرارات الوزارية وخرقت توصيف الامتحان وخرقت مجموعة من الأمور، نحن بعد كل هذه الخطوات عازمون أن نستمر في نضالاتنا وسنستمر في خطوات ربما تصعيدية. نحن الآن نذهب بالتدرج، طرقنا جميع أبواب المؤسسات. يوم الاثنين يوم الأحد إن شاء الله تقرر أنه سيكون هناك شكل نضالي أمام البرلمان المغربي. هذا الشكل النضالي هو مواصلة للاحتجاجات التي نعبر من خلالها لرفضنا على الفساد وعن الخروقات التي شابت هذا الامتحان، والتي من خلالها نبين أننا كطلبة وخريجي القانون مصرون على الحفاظ على دولة المؤسسات وعلى روح القانون، وأن نضع قطيعة مع المحسوبية والزبونية، وأن مطالبنا لا تتمثل في إعفاء شخص أو شخصين، لكنها تتمثل في محاسبة جميع المتورطين وفي محاربة الفساد الذي أصبح متجدرا في مجموعة من النواحي.